والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الطقس. نعود فيها إليك ميرفت، تفضلي. شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الغد الخميس انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية، ليسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 31 والصغرى 23، الإسكندرية 29-24، مطروح 29-24، بورسعيد 29-23، إسماعيلية 32-23، السويس العظمى 32 والصغرى 24، العريش 30-23، طابة 32-24، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-26، الأقصر 38-25، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-23، شلاتين 36-26، وأخيرا حلايب 36-26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.